أسلم الناس الكل، إن اليوم رجعت لكم مرة أخرى، واليوم راح نشوفوا مع بعضنا مستشفى آخر، والمستشفى هذا اسمه مستشفى جراند. مستشفى جراند موجود في المبنى هذا، يلا ندخلوا له مع بعضنا. مستشفى جراند موجود في الطابق السادس. لهنا هذا مدخل المستشفى، ولهنا اللوبي تستنيوا دوركم، وهذا عندنا مكتب الاستقبال. مستشفى جراند معروف عملية شد الوجه ونحت الوجه. هنا عندنا شهادات وجوائز اللي خداوهم الدكاترة لهنا في مستشفى جراند كيف ما تشوفوا، ولهنا صور مع المشاهير. إذا تجيوا للطابق الثاني تستنوا دوركم. الغرفة هذه هي غرفة الاستشارة، غرفة للإكس راي وغرفة للسيتي سكان. ولهنا إذا تقرروا تعملوا العملية وتدخلوا المستشفى، هذه غرفة المريض، هذه غرفة بسرير واحد كيف ما تشوفوا لهنا.